أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة في هذا الفيديو التعريفي الذي سيعرف بمادة اللغة التي سنتناولها معا خلال هذه السنة الدراسية إن شاء الله. قبل أن أبدأ لابد من التعريف بنفسي، فأنا المعلمة بيان جابر معلمة اللغة العربية التي سأتناول معكم مهارات اللغة العربية المختلفة إن شاء الله. أنا أعلم أن هناك بعض المصاعب التي تواجهكم كطلبة مبتدئين في التحدث باللغة العربية، وهناك أسباب لها، ولكن نحن نحاول اختيار مناهج تسهل عليك هذا التعلم، وهناك أيضا أساليب واستراتيجيات مختلفة ومصادر كثيرة، فلا تقلق عزيزي الطالب. سأقوم اليوم بالتعريف بسلسلة كتاب أصدقاء العربية، وهو الكتاب الذي سندرسه سوية خلال هذه السنة الدراسية، ثم سأعرف بالسياقات العالمية لكل وحدة من وحدات الكتاب وموضوعات كل وحدة ومحتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. كنت قد قلت قبل قليل بأننا اخترنا كتاباً يسهل عليك تعلم اللغة العربية بطريقة سهلة، إذن هو سلسلة كتب تعليمية موجهة للناطقين بغير العربية، وهو يتضمن 16 درساً بعناوين متنوعة من الحياة اليومية، أقصد بالحياة اليومية أي أنها موضوعات تواكب يومك، كرياضة المشي، مثلاً المكتبة، أنا آسف، المصادفة العجيبة أو في المتجر، كلكم تذهبون إلى المتجر، البقالة وتشترون، وقد تقرؤون في المكتبة، قد يكون هناك مصادفات عجيبة، تستخدمون الرياضة دائما في حياتكم كنمط صحي أيضا، سنتحدث عنها لتعلم أكبر عدد من المفردات التي تساعدك على الحديث باللغة العربية. كما أن كتاب أصدقاء العربية 3 هو كتاب الطالب، حيث يتيح لك أن تعرف أصوات وأشكال الحروف العربية وتتعلم كتابتها وقراءتها، وهناك بعض أنماط لغوية كالأفعال المضارعة، ضمائر المتكلم والمخاطب، وحروف الجر والمضاف والمضاف إليه، فلا بد أن تعلم عندما تتحدث عن نفسك ما الضمير الذي يناسبك، فمثلا أقول أنا أحب كذا، هي تحب كذا، نحن نحب كذا، أو كيف نضيف اسماً لاسم آخر بطريقة صحيحة، وبعض الأنماط اللغوية البسيطة الأخرى. كما أنه يحتوي على الكثير من المفردات والعبارات التي تستخدم في الحياة اليومية، كأن تعرف بنفسك مثلاً ومكان سكنك، أن تستخدم عبارات التهديد كأنا آسف مثلاً، لو سمحت، شكراً، تفضل، أيام الأسبوع والأشهر، وعدد صفحاته 120. كما أنه كتاب صادر من دار المنهل، وهو معزز بكتاب أصدقاء العربية كتاب النشاط. يضم كتاب النشاط تمارين عن كل الوحدات الموجودة في كتاب الطالب، ليتمكن غير الناطق باللغة العربية أن يعزز المعلومات التي تعلمها، وعدد صفحاته 64 صفحة. لابد أن تطبق عزيزي الطالب ما تعلمته مباشرة حتى تقيم فهمك للنصوص المقروءة في كتاب الطالب. أما السياقات العالمية، وأقصد بالسياقات العالمية هي السمات المشتركة في كل مكان من العالم، فمثلا الوحدة الأولى عنوانها متواصلون وسياقها العالمي التعبير الشخصي والثقافي، لابد أن تتعرف كيف تعبر تعبيراً شخصياً عن الأشياء حتى عن نفسك أيضاً وثقافتك. الوحدة الثانية عنوانها هويتي، حيث ستتحدث عن الهويات والعلاقات، لابد أن العلاقات تربطنا دائماً في كل مكان وزمان، فهناك علاقات أسرية، علاقات زمالة، علاقات صداقة، هناك علاقات مختلفة، كيف تشكل هذه الهوية وهذه العلاقات؟ سنتعرف عليها من خلال المفردات التي سنتناولها في هذه الوحدة. الوحدة الثالثة ستكون بعنوان أنا مثقف،
حيث سنتناول سياقا عالميا بعنوان الاتجاه من حيث الزمان والمكان، فكل زمان يفرض علينا ومكان أيضا يفرض علينا تغيرات مختلفة. الوحدة الرابعة وهي عنوانها أنا مبدع، سياقها العالمي سيكون الإنصاف والتطوير بين قوسين الحقوق والقانون، وهي تتناول كثيرا موضوعات الحقوق والواجبات أو المسؤوليات التي تترتب عليك عزيزي الطالب. كما تلاحظ عزيزي الطالب، فإن الوحدة الأولى كما قلت سابقا وهي عنوانها متواصلون، تتناول 4 دروس مقروءة بعناوين مختلفة، منها رياضة المشي، خالتي ندى، وفي المكتبة، وأنا آسف. كما تتناول بعض المهارات اللغوية كالتفريق بين اللام الشمسية واللام القمرية، التاء المربوطة والمبسوطة، أقسام الكلمة وهي اسم وفعل وحرف، وأيام الأسبوع والأعداد. لابد أن يكون هناك نصوص مسموعة، نصوص بسيطة جدا بمفردات تعلمتها وهي التحية والتعارف، ولا بد أن يكون هناك أيضا مصادر أخرى مرئية ستجدونها كلها في المنصة التعليمية بتي. وأذكر أيضا بضرورة التعبير الشفهي والكتابي، فلا بد أن تجيد أو تحسن في خاتمة هذه الوحدة وبعد التعرف على مفردات مختلفة إلى أن تجيد كتابة سطرين إلى 3 أسطر، بأن تعرف عن نفسك، أن تعرف عن مكان سكنك، أن تعرف عن مدرستك وأصدقائك، وأيضا أن يكون هذا الحديث شفهيا مستخدما اللغة الفصيحة. أما الوحدة الثانية فهي كما ترى تتناول أيضا مجموعة من الدروس بالفهم المقروء، المصادفة العجيبة، الصديقان في المتجر، وكرم الضيافة. وهناك أيضا نصوص مرئية وتعبيرات شفهية وكتابية عنوانها موجود الآن، كالحديث أيضا عن هويتك الشخصية، من أين أنت وإلى أي مكان تنتمي، تكتب وصفات طعام تحبها أو تنتمي إلى أو تعود إلى ثقافتك ومكان سكنك. أما الوحدة الثالثة فهي أيضا تتناول مجموعة دروس كلبيب وتعليمات الطبيب، جبيرة ساندرا، نزهة لن أنساها، وما أجمل بروناي. وسنأخذ أيضا قصة جميلة من قصص كليلة ودمنة بعنوان الحمامة والثعلب ومالك الحزين، وقصة خير الأصدقاء. لا ننسى أن كتاب النشاط أيضا هناك صفحات تابعة للدروس جميعها التي ذكرتها قبل قليل، وهناك أيضا كتيب مهارات لغوية يحوي أيضا القواعد اللغوية التي ذكرتها سابقا. ولا بد أن تستطيع أن تصف صورة وأن تكتب نهاية بديلة للقصة. لا لن أطلب منك أسطرا وعدد كلمات كبيرة، ولكن لا بد أن تجيد الكتابة كتابة 50 إلى 60 كلمة، وأن تعيد ترتيب أحداث قصة أيضا درستها. أتمنى أن يكون فهم هذه الموضوعات سريعا سلسا سهلا بالنسبة لك، وسأقدم لك ما أستطيع من دعم ومساعدة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.